السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في يوميه ام شمس. كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده عباره عن القرص، ويلا نبداو على بركه الله وتبعوا لنا فيديو حتى الاخر باش تنجح معاكم الوصفه. هذا القرص هذا راه كيجي يا سلام. عندنا جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الماء يكون دافي. عندنا الكاس ديال سنيده كنضيفوا على داك الماء اللي ضفناه، وكتجي هاد القرص يا سلام. عندنا جوج معالق ديال الحليب غبره، جوج معالق كبار، وهاد الحليب هذا راه كيجي يا سلام البنات. وعندنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندنا ياغوت، واحد الياغوت بدون سكر، كيجي حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع، وكتجي مفشفشين، كيجيو رائعين، كيجيو اشفنجيين، كيجيو يا سلام البنات، كيجيو رائعين. وكنبداو نخلطوا الخليط ديالنا باش نشجم لينا الخليط جيدا. كنمجو الخليط ديالنا جيدا وكنحركو بالخلاط اليدوي، كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه. كنخلطوه جيدا، ملي كنخلطوه جيدا كنبقاو بهذه الطريقه هذه، كنبقاو مستمرين بالخليط ديالنا، وكيجيو رائعين البنات. وكما قلت لكم اللي جرباتهم تقولها لينا في التعاليق ديالكم الزوينين، راه كيجيو رائعين ومزيانين. وكل الكوتي للدراري كيعجبو، الكبار والصغار كيبغيهم الكوتي، كيبغيهم يفطروا بهم. وملي كنخلطوا الخليط ديالنا كنغطيو عليه حتى نتلاقاو معاكم. كنغطيو عليه واحد جوج دقائق باش تضعف لينا الخميره ديالنا. ملي كتضعف لينا الخميره احنا رجعنا معاكم. كنجيبوا الخليط ديالنا كنضيفوا ليه جوج بيضات، ملي كنضيفوا ليه جوج بيضات كنخلطوا، كنضيفوا ليه ربع كاس ديال الزيت، كنديروا ليه ربع كاس ديال الزيت، وكنديروا ليه خماره ديال الحلوه 8 غرام، وكيجيو هذه يا سلام. وكندير واحد ساشيه ديال الفانيا، وهاد القرص هادو راه كيجيو البنات يا سلام. وكنخلطوا الخليط ديالنا جيدا، نبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه حتى كنخلطوا الخليط ديالنا، حتى كنشوفوه داب لينا وكيضعف لينا الحجم ديالو، كيتخلط جيدا. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه. وعندنا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، كنبقاو مستمرين بالخلاط اليدوي بهذه الطريقه هذه جيدا. وكما قلت لكم راه كيجيو رطبين، كيجيو يا سلام ودقيق. عندنا ثلاثة زلايف ونص، وانتم على حسب الخليط ديالكم، على حسب الدقيق ديالكم. كاين دقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، يعني كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه. كنضيفوا الدقيق بشويه بشويه، كنضيفوش بخطره واحده، وكنخلطوا بالخلاط اليدوي، وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه. يعني نخلطوا الخليط ديالنا جيدا، وراه كيجيو يا سلام. كنبقاو نضيفوه بشويه بشويه، كنحركوه كما قلت لكم راه 3 زلايف ونص. وكنديروا كنخلطوا بيدينا، ملي كنحيدوا هذاك الخلاط اليدوي كنضيفوه، كنخلطوا بيدينا، كنبقاو مستمرين كندلكوا بهذه الطريقه هذه. يعني ما كمدلكوهاش بزاف، كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه كنبقاو. والعجينه ديالها خاصها تكون مرخوفه، ما تكونش قاسحه، وما كيكونوا خاصها تكون ضروري تكون مرخوفه. وملي كنكملوا العجينه ديالنا كتكون رطبه، كنغطيو عليها واحد ساعه المكانه، ضروري تكون ساعه المكانه كنغطيو عليها. وحنا رجعنا معكم ملي كتخمر لينا العجينه، كتضاعف لينا العجينه ديالنا. ها هي ضاعفت لينا العجينه ديالنا، وهي راه كتكون مرخوفه العجينه، ما تكونش قاسحه. وكنفرغوا من هذاك الهواء اللي فيها، ها هي دوك البقاعات راه تما. فاش كتعرفوا العجينه راه ناجحه معاكم، هنا راه كتكون ناجحه 100%. وكنضيفوا ليها جوج معالق كبار ديال الجلجلان وديال النافع، وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذيك باش نديروا لها الجلجلان، كتدخل مع الجلجلان والنافع. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه العجينه ديالنا. وملي كنكملوها، ملي كنضيفوا ليها داك الجلجلان وداك النافع، كنبقاو مستمرين. وكندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت، الزيت النباتيه، وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه بحال الا غادي نفرغوا من هذاك الهواء. كنفرغوا من هذاك الهواء اللي فيها جيدا، وراه كتجي يا سلام هاد العجينه، كتجي رطبه
كتجي يا سلام. وكنقطعوها شويه بشويه، كنقطع دوك الغريسات يكونوا صغار ما يكونوش كبار، يعني كيتضاعف الحجم ديالهم مع الخميره. وكنكوروا الكويرات ديالنا بهذه الطريقه هذه، وشعلنا الفران ديالنا 180 حراره، درجه الحراره كنشعلو، وهذا كنستمر كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه. وكنقرصو ملي كنكملوا الكروسات ديالنا كنستمروا كنقرصوهم بهذه الطريقه هذه، يعني ما تقرصوهمش بزاف باش ما يلصقوش، كيجيو شويه بشويه بهذه الطريقه، ما نوركوش عليها بزاف. ملي كنقرصوهم كنغطيوهم حتى كيخمروا، كيضاعف ثاني الحجم ديالهم، يعني السر ديالهم هي الخميره باش يكونوا خامرين في الاول، وفي الاخر كيكونوا ناجحين، كيكونوا رطبين، كيجيو اشفنجيين. وها احنا غادي نتلاقاو معاكم، غادي ندهنوهم بالبيض، ضفنا ليه واحد شويه نسكافيه وشويه الحليب وبيضه وحده كنطربوها، وكندهنوهم بالبيض، كنبقاو مستمرين. وكنضيفوا ملي كنكملوا البيض كنديروا لهم جلجله من الفوق على حسب التزيين. وكما قلت لكم راه كيجيو سلام، كنحضروهم كنوجدوهم للفطور، وكنوجدوهم للكوتي للدراري كيديهم للمدرسه، وكندخلوهم للفران كنشعلو لتحت، كنشعلو لتحت والفوق، يعني ضروري خاص كيجيو تما باش كتجيو منفوخين. وها الشكل النهائي يا سلام البنات، راه كيجيو رائعين، كيجيو مفشفشين، كيجيو اشفنجيين من الداخل. ها هما شوفوا كي كيجيو، راه كيجيو رائعين البنات وناجحين 100%. وضروري تجربوهم وتردوا علينا في الكومنت في التعاليق ديالكم زوينين. هاكي كيجيو، راه كيجيو مذهبين، كيجيو يا سلام البنات، لا في المذاق ولا في الشكل ديالهم. ها هو نقطع معاكم وحده، شوف كي كتجي، راه كتجي رطبه، كتجي يا سلام، كتجي يا رائعه رائعه. الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.